الأميرة بيت جائعة جدا، حتى أن هذا أحمر الشفاه بدأ يبدو كحلوى بالنسبة لها. أقرف. الأوقات العصيبة تستدعي تدابير يائسة. الأميرة بيتش تكتب ملاحظة مساعدة. اذهبي، سأغلق الغطاء فقط. حسنا يا زجاجة، من فضلك اذهبي إلى ماريو. هيا. رسالة في زجاجة. لنرى. النجدة، أنا جائعة. أولى صغيرتي، ماذا يمكنني أن أفعل؟ إذا صببت في هذا الأنبوب فسوف يذهب إليها مباشرة. حان وقت المشاريب اللذيذة. إنها نافورة كولا، لكن كيف سوف تشربها؟ يمكنني استخدام حذائي ككوب. هذا ذكي، استمتعي. عيد ميلاد سعيد. جرب الكعكة. إنها إسفنجة. هذه ليست كعكة. لقد خدعتها. عيد ميلاد سعيد عزيزتي. لقد جئت، يومي سيء للغاية. ماذا حدث؟ هذا شرطي. ما هذا؟ لا حلويات في سجني، يجب أن أدمرها. لا لا، انتهيت. ماذا في الصندوق الآن؟ تاج، أرني. رائحته جيدة. حسنا، يمكنك أخذه. شكرا بيتش، خذيه بسرعة. حسنا. شكرا سيدي، الآن لنذهب. حسناً، سأذهب. حسناً، يم، حلوة. أبي هو الأفضل. يا إلهي، أعطني الحلوة. جيلي ليغو. ما الذي يمكنني استخدامه في زنزانتي؟ نعم، نفق السري. لقد حفرت نفقاً عندما لم يكن أحد يراقب، والآن يمكن الأميرة بيتش أن تزحف خارج الزنزانة. يبدو أنه نائم. يمكنني البدء بعملية سرقة الحلوى. لذيذة جداً. الآن دعونا نأخذ الباقي. لكن انتظروا، تتذكر الأميرة بيتش كيف أخذ الحارس كل شيء منها؟ لا، أحتاج إلى خطة. نعم، لنبدأ بتعبئة كل شيء في حقيبة. حسناً، لنعود. حسناً، الآن لنغلي الماء باستخدام قواي السحرية. مثالي، حان وقت إذابة هذه الليغو. واو، ماذا سوف تفعلين بهذا السائل؟ فقط تابعوا. سأصنع جيلي جديد على شكل نجمة. آخر عصرة. مثالي. ياي. حسناً، لنعود. يا له من
كان فاشل. أين كل حلوياتي؟ من أخذها؟ نعم، مرحبا، هل تسمعني؟ غريبة الأطوار. حقا؟ خدعته. لذيذ، يا له من طعم رائع. أتريدين رؤية ما في صندوق؟ كل حلوياتك هنا. لماذا تفعل هذا؟ نعم، سأدبر كل شيء. الآن لتذهب الحلويات. عمل جيد. الآن أصبحت مشكلة. اللعنة، ماذا نفعل؟ لا أعلم، سأجلس عليه. هذا يجب أن يوقف التدفق. ليس هكذا يسري الأمر، لكن حسناً، أنبوب ماريو. ما هذا؟ إنه سوبر ماريو. مرحباً، أنا هنا للمساعدة. انظروا، لدي صندوق أدوات، مكبس خاص. نعم. أنت توسخني. حسناً، دعونا نصل إلى القاع. وجدت المشكلة، إنها لفافة مناديل مرحاض متسخة، لكنني أريد أن أجربها. لذيذة. ماذا؟ يا بنتي الصغيرة، انظري، لقد خدعته، إنها نوتيلا فقط. جيد. انظري إلى هذا. كنت قلقا جدا، لقد حصلت عليها كلها من أجلك. هيا كلي. ادخلي. لا، اخرجني. لقد أمسكت بمجرم آخر. من فضلكم، النجدة، أين أنا؟ الأوساخ والقذارة في كل مكان، والصراصير. يك، لكن الطعام يبقى طعاما. سأنظفه جيدا، والآن يمكنني أكله. لا يمكنك ذلك. لا حلويات في سجني. حسنا، يبدو أنك بحاجة إلى طريقة لتهريب الحلويات إلى السجن. لا. الأميرة بيتش تحاول بجهد كبير الوصول إلى عصا، لكن حمقاء. الآن يجب علي استدعاء طبيب. نعم، أنا هنا من أجل المريضة. حسناً، تفضل. مرحباً. تؤلمني يا صغيرتي. أنا هنا. أبي، أين كنت؟ كنت أنتظرك. يدك لا تبدو جيدة، انتظري، لدي جبيرة خاصة، ضع يدك بداخلها، جربيها. لكنها كبيرة جداً. لأنها ليست فقط للعلاج، إنها مليئة بالحلويات أيضاً. هذا بالتأكيد سيساعد يدي على الشفاء بسرعة. أنت الأفضل. يا إلهي. سيدي، دعني أفحص قلبك. هذا ليس جيداً. اجلس، استرخي. ما الذي يحدث؟ هنا، الآن تنفس. حسناً، يا إلهي، كلي الحلوى. انتهيت. وقت الغداء. يا، هل هذه صراصير؟ ماذا؟ أيها الطاهي، اجلب طعاما جديدا. سيدي، أنا هنا وجلبت طعاماً مختلفاً. حسناً، يجب أن أفحصه. حسناً، يبدو سيئاً للغاية. ادخلي. من أنت؟ يا سخيفة، أنا ماريو. انظري. ماريو،
انظري. لا لا، إنها كعكة. يم، لذيذة جدا. جيدة، أليس كذلك؟ أوه أوه، كل شيء على ما يرام. ماذا؟ انتظري لحظة، فعلت ذلك مجددا. دعني أتحقق. صحيح، هذا يحتاج إلى إصلاح. أوه آسف، إنه رئيسي. نعم. حان وقت الترقية. هذا لا يثير الشك إطلاقا. أوه أنت، ما هذا؟ أنت، إنه شكل جديد. طفح الكيل، سأدخلك السجن. ماذا؟ أنا؟ نعم، أدخلي. كنت تعتقدين أنك أذكى مني. على الأقل لديك كيت كات. أوه، لا لا طعام. ماذا؟ ولا حتى قطعة واحدة؟ كلا. طاب يومك، أنا هنا من أجل السيدة ديفيس، هل هي بخير؟ أها، قبعتك مرفوعة قليلاً، هكذا أفضل. أتمنى ألا تراني. من الأفضل أن أذهب الآن. من هنا يا سيدتي. مرحباً. مرحباً، لقد حصلت على كفالة خروجك من هنا. أجل، أنا حرة. حسناً، دعوني أتحقق من أوراقي. ماذا؟ هذه ليست لي. لقد عرفت أن هناك شيئاً مريباً فيك. أدخلي. لا. حسناً، على الأقل لديكما بعضكما البعض. لا 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 لا. ماذا تفعلين؟ أشعر بالملل. انتظري. مرحباً. نعم، لدينا مشكلة. مرحباً، هذه أنا. أنا هنا من أجل بعض الإصلاحات. هذا جيد. تحققي من لون الطلاء هذا. واو، هل لي بتذوقه؟ شوكولاتة. هذا ليس طلاءً. اخرجي. حسناً، آسفة. أما أنت، ما رأيك بهذا؟ آه يا إلهي، هذا الشرطي متنمر. قطرة خضراء تنزل من أنفه، يجب أن يكون ذلك نتيجة للإنفلونزا. احذري من هذا يا صغيرتي. هاتشو، جراثيم، أتساءل كيف يبدو طعمها. حسناً، لن يدوم ذلك طويلاً، الأميرة بيتش بالبيت، هي لن تسمح بذلك. وبدأ البكاء. أرأيتم؟ ليس لأنها تريد إزعاجها، بل إنها حتى لا تستطيع التعامل مع هذه اللعبة ذات الرائحة الكريهة. لدي هدية لك، غطاء مرحاض سيحمي عصا المصاصة. هدية غريبة من أم غريبة، على الأقل الطفلة سعيدة. أولا، لقد أسقطتها في حمام القطة. إنه الوقت المثالي لاختبار الغطاء. لنرى. حسناً، أليست هذه مفاجأة سعيدة؟ أحسنت يا صغيرة. إنه عيد ميلاد أميلي، لكن أين الكعكة؟ أنت أميلي، هذه أنا إيغان. ماذا؟ مرحباً، معجون أسناني لعيد الميلاد. لا، إنه في الواقع زبدة الفول السوداني يا سخيفة. أجل، أحبك. أحبك أيضاً. هذه ليست كعكة،
ولكن في بعض الأحيان عليك فعل ما هو ضروري. ما الذي على وجهك؟ إنه معجون أسنان جديد بنكهة بنية. هذا غريب، لكن لا بأس. حلوة لذيذة. حان الوقت لقص الشعر، ومصفف الشعر في الانتظار. لا طعام ولا شراب، هل هذا مفهوم؟ أجل، إنها لك. سجينة إذن. ألقي نظرة. ما هذا؟ أوه، إنها حلوة. رائع. ماذا لو كان بإمكاني صنع شيء منها؟ أوه لا، لا لا لا، لا يمكنك فعل ذلك. لا لا، انظر، هل يمكنك وضعها في شعري؟ تفكير ذكي، لنفعل ذلك. كيف أبدو؟ أوه، رائعة جدا. دبابيس شعر جميلة. انتهى عملي اليوم، وداعا. وداعا. جميلة ولذيذة. قد يتجادل الناس أن هذا غير صحيح، وهم على حق. مكان الدنيا ليس أبداً بجوار المرحاض. إذاً ماذا سنفعل الآن؟ سأقول وداعاً لباربي. سأشتاق لك يا دميتي. لا يمكنني أن أصدق ذلك، إنه انتقام المجاري. مهلاً، هذه إشارة من مملكة الفطر. إنها نداء استغاثة. انظروا من هنا، أليس هذا سوبر ماريو نفسه؟ أراهن أن هذا السباك يمكنه حل الأمر. انطلق يا ماريو. اسمحي لي يا صغيرتي، ماذا فعلت في هذا المرحاض؟ هذه الشقراء أحدثت فوضى. يا بحاجة إلى تنظيف عميق حقاً، وهي تنظف بشكل جيد. ماريو، ليس من العجب أنك رائع. المرحاض مسدود مرة أخرى. أوه، حسناً، سأتصل بالسباك. مرحباً، نعم لدينا مشكلة. هل اتصل أحد بالسباك؟ نعم، لكن لا طعام. أياً كان، أدخلي. لنقم بذلك يا صديقتي. لا تقلقي يا صديقتي. أوه، أشعر بالملل. وأخيراً، معطر مرحاض. وانتهينا. أوه، رائع. وداعاً. هذا معطر مرحاض غريب. أشتهي هذا حقاً. ألا يمكن أن أنعم ببعض الخصوصية؟ أوه، آسف. مرحباً. آمل أنك لا تحملين طعاماً. بالطبع لا. حسناً، تفضلي. مرحباً. مرحباً. خذي كتباً بدلاً من هذه اللعبة. كلا، إنها قصة لذيذة للغاية. أوه، لذيذة فعلاً. يجب أن أذهب. وداعاً. أرى أنك تقرأين. أجل، هناك حبر على وجهك. لم يلاحظ شيئاً. إلى الأعلى. يوم. أوه، يوم. مرحباً يا عزيزي. مرحباً. آسف، لا يمكن أن تدخلي هذا. سأضعه هنا. أوه، حسناً. تفضلي.
من أنت؟ والدتك، ألا تتذكرين؟ ماذا؟ فقط خذي هذا، فتاة مطيعة وداعا. شكرا لك أيها الشاب. هل خلطت بيني وبين شخص ما؟ يا لها من دمية غريبة. آه، هذا هو المطلوب. الأمهات يعرفن المطلوب. لا يوجد خجل من الخوف من الظلام، لكن عليك أن تستمري أو قد تبلل ملابسك، وهذا ليس منظرا جميلا. تجاهل كل ما يقوله عقلك لك، فقط حاول تجاهله. ماذا يحدث؟ هل أنت بخير يا صغيرتي؟ خلف الستارة يبدو مخيفا جدا. أرأيتي؟ لا يوجد شيء هناك. دعني أفكر. مهلا، لدي فكرة. فكرة ماريو تأتي من المجاري. هذا مؤشر جيد. إذا لدينا نبتة وفطر. حسنا، تابع. هذه نبتة خاصة. إنها تضيء. لن تكوني في الظلام مرة أخرى. هؤلاء الأطفال لديهم أحلام كبيرة، يريدون أن يصبحوا رسامين، ولا يوجد شيء خاطئ في ذلك حتى يقرروا أكل الدهان. الأميرة سوف تنفجر من الغضب. تقفز ببطء لتوقفها. إنقاذ رائع. أوف، ماذا كنت تفكرين؟ الأميرة أتت بفكرة رائعة. صنعت دهانا قابلا للأكل من خلط القشطة الطرية مع صبغة الطعام. الأطفال متحمسون جدا، هم يرقصون بلا توقف. تريدين تجربته يا أمي؟ حان الوقت للقليل منه. كان ذلك صاخبا. ماذا تفعلين؟ ما هذا؟ لا طعام. ماذا؟ لكن أعطني هذا. انتظري. ماذا الآن؟ نظف الزنزانة. لدي فكرة. لدي المزيد من الكولا هنا. حسناً، تبدو وكأنها مياه متسخة. لن يخطر هذا في باله أبداً. أوبس. كيف يسري الأمر؟ جيد جيد. رائع، أنا ذاهب إذن. كلها لي. نعم نعم. أجل، فراش. ما هذا؟ إنه لسجينتي الجديدة، ساعدني في حملها. بالتأكيد. ماذا يحدث هنا؟ فراشك. ستشكريني لاحقاً. ماذا؟ حسناً، لنذهب. حسناً. إنه فراش مع حلوى إضافية. مدهش. هذا ما أحتاجه. إنه يعود. هل أنت مرتاحة؟ أجل. حسناً. شكراً لك يا ميغان. تفتش الحلوى. ما هذا؟ كيف تجرؤ أيتها الشقية؟ أيديها، إنها ملكي. سأخذها. ادخلي الآن. انتظري. تفتيش الحلوى. أوه، أنت أيضا؟ ادعيهم. حسنا. أوه، يا
الرائحة الناتنة، لا تطاق، ادخلي. يا لحظي، هذا فظيع. وقت الحلويات. نعم، أنا أيضاً. استمتعي. يا إلهي، هذا نتن. أنا لا أشم رائحة. لا طعم. ما هدية لك؟ لي؟ ساعة ذهبية؟ رائع. بسرعة، إنها ليست منتبهة. ما هذا؟ لا طعم إطلاقاً. أنا أعرف. يا لكم من طلاب فظيعون. لا أصدق. لا طعم. لا أحد خلفك؟ هذه لك. ما هذا؟ تفاحة مأكولة. حسناً، ادخلي. شكراً. أوه لا، لقد سئمت منكم. ماذا؟ مرحباً. ما هذا؟ يا لها من عجلة لذيذة. هذا ممنوع. آسفة. ألا تفهمين؟ الطعام ممنوع. ادخلي هيا. صحقا. لا يصدق. سأضع هذا هنا مع بقية الأشياء. حسنا. لا، توقفي. ليس لدي أي شيء. وهذا؟ إنه مجرد بنزين. لم قد تحتاجين البنزين؟ أنا أقود جراراً. حسناً، يمكنك الدخول إذن. شكراً، أنا جائعة. مرحباً، ما هذا؟ إنها كولا. هذا ما أريده. لنشرب قليلاً. بصحتك. ما هذا؟ غشاشتان، بماذا يجب أن أعاقبكما؟ وجدتها. أتريدان الكولا؟ أنهياها. لا. حسنا. لا، صادقي. وأنا أيضا. لا طعام. لا أحمل أي شيء. ما هذا؟ خدعة سحرية. انظري لهذا. خدعة رائعة. يمكنك الدخول. توقفي. حقيبة الظهر من فضلك. حسناً. أوه، حقا؟ آسفة. دبدوب، كم هذا لطيف. يمكنك أن تحتفظي به. ادخلي. حان الوقت للعب مع الدبدوب. هناك كنز في الداخل. ذكي. أعرف ذلك. انظروا إلى الوقت. توقف. لا طعام. ليس لدي شيء. متأكد؟ نعم بالطبع. حقا؟ سأضربه. حسنا، لدي هذا. لقد كنت أعلم ذلك. حسنا، افعل هذا. أنت لا طعام. لا شيء لدي. انظر. ادخلي. ها هي طائرتي.
أوه، رومانسي جداً. ليس من السهل المناورة. أجل، أجل، أجل. لا. ما هذا؟ من فعل هذا؟ هذه النبتة جائعة، إنها تأكل كل شيء حتى الفطر السحري. تعالي هنا. أمسكتك يا صغيرة. اسمعي، إنه يؤلم كثيراً. أبي. ماريو للإنقاذ. فتاته الصغيرة تحتاج إليه، ولكن ماريو لديه سلاح سري معه، قطعة من مملكة الفطر. لا تزالين جائعة يا نبتة، إليك مكافأة. إنك تنسى شيئاً يا ماريو، الطفلة ما زالت تعاني. ما هذا؟ نخر؟ أعرف ماذا أفعل بهذه الحقنة. لا 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 لا، أنا بخير. حسناً، ماذا عن برجر الشوكولاتة يا عزيزتي؟ هيا نستخرجها بالحقنة ونضع البلاستر الجميل. كل شيء على ما يرام. هل تشعرين بتحسن يا حبيبتي؟ كثيراً. وطعام؟ لا، ليس لدي أي شيء، لكن أنا لدي. وجدتها. مرحباً، هل يمكنني وضع هذه في الدلو؟ لا أعتقد ذلك. هل يمكن لهذا أن يقنعك؟ هذا سيقنعني بالتأكيد. رائع. أوه، شوكولاتة، أنت مخادعة. أخرجي. هذه هي القواعد. انظروا، ماما يخطط من شيء ما. مرحبا. آمل أن ينجح. مرحبا، تفضل بالدخول. لا أحمل أي طعام. لا شيء تقولين؟ أوه، أنا أمزح، ادخلي. شكراً لك، أنا هنا للتنظيف. لقد بدأت اليوم. بالتأكيد، ادخلي. يا إلهي، إنها جميلة. ما الذي يحدث؟ مرحباً يا حلوة. مرحباً. أتريدين هذا؟ شكراً. لدي المزيد إذا أردت. بالتأكيد، أنا جائعة. هذه الفتاة الصغيرة لا تفكر في الخير، إنها تخطط لأسوأ استيقاظ على الإطلاق. كان يجب أن يخبئوا تلك الأشياء عنها. نعم، هي على وشك عبور خط النهاية. أي موضة أزياء قد ابتكرتها؟ استيقظ يا نائم. ماذا؟ بخاخ شعر؟ مقص؟ أوه لا، شعري الجميل، لماذا أصبح قصيراً جداً؟ ماريو، استيقظ. ماذا؟ تعتقد أنك أفضل الآن ماريو؟ انظر حاجبي. أنا قصصت حاجب أبي أيضاً. سيتوجب عليك الانتظار حتى ينمو مجدداً يا ماريو. في هذه الأثناء وجدت الأميرة طريقة للحفاظ على الصغيرة مشغولة. وهنا، انظري لهذا الرجل، ولك تماماً. إطلالتي المميزة. بعض الضفائر، رائعة أليس كذلك؟ أي شعر غير شعرهم يا حبيبتي؟ أنا أحب الأطفال. لعبة لابني. أترين هذا؟ لدي فكرة. انظري لهذا، رائع. صباح الخير. أوه، لديك طفل. نعم. هذا رائع، لقد سقط منك شيء ما. هذا ليس طعام أطفال، وهذا ليس طفل. لا طعام. أعرف ذلك. ادخلي. لا تحاولي خداعي مرة أخرى.
الصغير. مرحبا. أهلا. أوه، لقد أنجبت طفلا أيضا. الكثير من الأطفال اليوم، هل أستطيع حمله؟ ماذا؟ آه حسنا، إنه نائم. صحيح. صحقا، لدي فكرة. أوه، ابني سيقظ. أدخلي، أدخلي. حسنا، أتت الحلويات. مذهل. هيا لنستمتع بالأكل. الأميرة وماريو بحاجة إلى بعض الوقت الخاص، ولكن ليس لفترة طويلة. جونيور يقفز على السرير بقدميه المتسختين. أبي، العب معي. جونيور، لا 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 ترش. أوه، أنا خارج. الآن يجب على الأميرة أن تتحرك. يبدو أن لديها خطة بالفعل. ظننت أنها لن تستخدم تلك أبداً. والآن سأضيف بعض الماء وكثيراً من الصابون. تعال هنا يا جونيور. هيا، إنه يدغدغ قليلاً. انتهيت يا أمي. لنرى إذا كان ذلك نجح فعلاً. إنه نظيف مرة أخرى. إليك هذا يا بني، نعال دافئة مريحة. قدماي على سحابة. أحسنت يا أمي. أنا مرهقة. الثقب تطور، ولكن بالتأكيد لم يتم ذلك بهذه الطريقة. لا، لا يوجد محترف يستخدم مطرقة ومسماراً لعمل ثقب. واو، لساني تنمل، أريد ذلك أيضاً. يبدو أنها اتخذت قرارها. آمل حقاً أن يكون أحد ما قريباً. لا أستطيع النظر إلى هذا، هذا سيء جداً. أو لا، أعطني ذلك. ماذا تعتقدين أنك تفعلين؟ ثقب. هل هذا لسان مزيف؟ لم أرى واحداً من هذا النوع من قبل. نعم، بإمكانك عمل ثقب به باستخدام مسمار. ياي، مهلاً، لمزاك يا حبيبتي. هذه الخواتم المغناطيسية مثالية لك. هذه الفتاة بالتأكيد تبدو جميلة بهذا. تبدو كنجمة روك. أعجبتني. ماذا تفعلون؟ مرحباً أيها الأب. أوه، يا إلهي، انظر إلى لساني. أعتقد أنني سيء. هذا هو بالضبط ما أسميه مزحة عائلية. أعتقد أن هذا يكفي. هيا. لا طعام. لا أحمل أي شيء. التفي. ما هذا؟ أوه، حلويات، تشيبس. أوه، لكن لحظة، لدي خدعة. ماذا عن بعض الفاكهة الطازجة؟ عزيزتي، يمكنك الدخول. حسناً. لنرى ماذا ستفعل. وقت الطعام. ماذا؟ أين الحلا؟ أوتش، أوتش. لا طعام. لا أحمل شيء. هل هذا لا شيء؟ آسفة، كنت جائعة. أوه، ادخلي. طعمها سيء. مرحبا. حقيبتي لذيذة. إنه يغني مع نجمته المفضلة على تيك توك. رائع. أي حلويات؟ لا شيء لدي. هل أنت متأكدة؟ أيا كان. أوه حقا، سأصادر هذا. لحظة. أجل، تعالي. كيف الحال يا رفاق؟ كيف حالك؟ يا إلهي، لا أصدق عيني.
إنها مغنيتي المفضلة. يا إلهي، سريع، هل يمكن أن أحصل على توقيعك؟ بالتابع، ما اسمك؟ سأدخل بهدوء. سيلفي. حسناً، ما الذي يحدث؟ لدي فكرة، سأذهب. يا إلهي، إنها في مدرستي، أنا محظوظ جداً. مرحباً. ماذا؟ هل يجدثنني منها؟ سيلفي؟ بالتأكيد. ما هذا؟ هذه حلوة. أنا لا. أنت لست حتى نجمة تيك توك، أنت جينا. أو لا، اهربي عن وجهي. غير معقول. حان وقت الأكل، أريد الأكل أيضا، ربما يمكنني الحصول عليه. ما الذي يحدث؟ أوه لا، الطعام ممنوع هنا. كم مرة يجب أن أخبركم بذلك؟ أيا كان، لدي شيء أفضل. انظروا لهذا. ماذا؟ كيف؟ وكاتشب. ما هذا السحر؟ ماذا أخبرتكما؟ لا، طعام. هذا جيد، يمكنني صنع المزيد. هاتفي. توقفي، الحلوى ممنوعة. أوه، لا أحمل شيئاً. أوه، حقاً. ما هذا إذن؟ اتركيه. حسناً. صباح الخير. لا حلوى يا صوفي، إنه خزان الوقود. لماذا؟ أنا سرقة غرار كما ترين. حسناً، لا بأس بهذا، ادخلي. انظري، لا أريد هذا، شكراً. انتظري، إنه كولا. صبي لي القليل. بصحتك. حدث؟ يا إلهي. حسناً، اشربيه كله إذن. حسناً، حسناً. هيا. أوه، لا أستطيع التحمل. دورك. أنا؟ حسناً. أشعر أنني أتقيأ. أنا أيضاً. لقد تعلمت الدرس. أيتها المدرسة. مرحباً. لا حلوى. أوه، لا أحمل حلوى. أوش. أوه لا، أرى ذلك. تباً. مرحباً. الحلوى ممنوعة يا صوفي. أعرف ذلك، الصندوق فارغ. أوه، هذا جيد، ادخلي. طريقة إبداعية لمساعدة الأصدقاء. توقفا، لا حلوى. أو لا، نحن نصطحب كلبا. أوه، حقا. أو لا، إنه كلب عدائي. أوه، يجب أن أراه على أي حال. أوه،
انظروا كم هو لطيف. أها، وما هذا؟ أعطني الكلب، أعطني إياه. الآن يمكنك الذهاب. سأعود فوراً. لدي بعض الدجاج الغاضب جداً هنا. ها؟ رائحتهم نتنة. إنهم كذلك حقاً. ادخلي. انظري، إنها مجرد حلوى. مدهش، هذا ذكي جداً. أنا ها؟ ها؟ سأخذ هذا. ربما يجب أن تجرب حيواناً آخر. مرحباً. لا حلوى. ما هذا؟ إنها قبعتي الاستوائية الفاخرة. ما أغرب الناس. خذ هذا ولا تقل شيئاً آخر. ادخلي. يا إلهي، يا لها من متعبة. مرحباً. الحلوى ممنوعة. لقد عدت للتو من الإجازة. حقاً؟ وما هذا؟ إنها قبعتي الاستوائية الفاخرة. أيها ال... فاخرة؟ ها، ادخلي. حسناً، آسفة. لدي فكرة، سيجعلك هذا تشعرين بتحسن؟ مدهش، شكراً. أوتش، اظفري. لذيذ. هل يمكنني الحصول على المزيد؟ لا، ابتعدي. توقفي، لا طعام أو شراب. أوه لا، ليس لدي أي من هذا. حسناً. أيها المدرس، لديها مصاصات في شعرها. فقط اسكتي. هل هذا صحيح؟ سأدخل، من فضلكما. لكن تحمل حلوى. توقفي عن الكلام، القواعد واضحة. أوتش، شعري اخترب. إنه كذلك. تناول سنيكرز. شكرا. لا طعام. اسكت، ستوقظ الطفل. آسف. صديقي يتصل. لا أستطيع التحدث الآن. نعم، لقد رأيت الأخبار. قصة الشعر الجديدة تلك. يجب علي الذهاب ودان. أتحاولين خداعي؟ هذا لم يكن ذكيا بالمناسبة. لكن الآن ادخلي. الآن ادخلي. توقفي، لا طعام. أنا حامل. صحيح. ارفع يديك. هكذا. اليد الأخرى أيضا. هكذا. كلاهما سويا. صحقا. لا طعام ولا تفاحة حتى. ادخلي. كلوي، انظري ماذا لدي. سأخذ هذا. ستذهبين إلى المدير. أعرف. ثم قالت: توقفي، لا حلوى. سأخذ هذا. حسناً، لنعقد صفقة. هل هذا يكفي؟ أنا لا أتلقى رشوة. توقفي عن هذا. وماذا عن هذا؟ لا لا. حسناً، وهذا؟ يا إلهي، لا، لا أستطيع، لا أريد رؤيتها. يا إلهي، لماذا أنت عنيد جداً؟ مرحباً، تعرض كلبي لحادث. لا يمكنني السماح لك بالدخول. من فضلك. حسناً، يمكنك الدخول. شكراً لك. فاشلة. لماذا سمحت لها؟ لا حلويات يا أنسة الرشوة. غير معقول. أخرجي. مخلبك جيد كأنه جديد. هل يمكنني أن... حسناً، آسفة.
لا حلوى. ليس لدي أي حلوى. افتحي عقيبتك يا عزيزتي. أرأيت؟ هذا جيد. ما هذا؟ كيف وصل هذا إلى هنا؟ حلوى؟ أخبرتك أن هذا ممنوع. أنا أعرف. هيا ادخلي. مرحبا، هذه حلواي الجديدة. جميل، لكن لا حلوى. حلوى؟ أوه لا، يجب أن أحافظ على لياقتي. إنها حقيبة جميلة بالفعل. هل يمكنني الدخول الآن؟ بالتأكيد. مرحبا. ها؟ لا مانع أن أكلت حقيبتي الفاخرة. هل يمكنني أن آخذ؟ لا، اذهبي واحصلي على واحد بنفسك. لا طعام، أرني حقيبتك. ليس لدي شيء، فقط نقود. حقا؟ وما هذا؟ يا الوقاحة. ماذا؟ مارشميلو. ايا كان، طلاب هذه الايام. اعتقد اني اعرف كيف يمكنني ادخال هذا. ها؟ انا اتخيل فقط. لا تهتم بي، انا مجرد صندوق. هل تحدث ذلك الشيء؟ كلا، انت فقط بحاجة الى اجازة. انا حقا بحاجة لذلك. حسنا، لقد دخلت. رائع. هل يمكنني ان... لا، يمكنك اكل اموالك. صباح الخير. مرحبا، ليس لديك حلوى اليس كذلك؟ بالطبع لا. ماذا عنه؟ انه خادمي، انا لا احمل الحلوى، هو من يفعل ذلك. لا يمكننا الدخول. هذه الحيل لن تنطلي علي يا آنسة، يجب ان يغادر. يا الهي، انه قاس اليوم. الان يمكنك الدخول. لكن لدي فكرة. تعال الى هنا يا اوسكار. مستعد؟ هيا اذهب. ما كان هذا؟ لا شيء. مرحبا. التفي. ليس لدي شيء. احسنت، يمكنك الدخول. كلب ظريف. نعم، لقد نجحنا. تعال الى هنا. اظنني بحاجة لكلب كهذا. انا جائعة. حسناً، سأطلب شيئاً. مرحباً، نعم، أرغب في الحصول على أفضل حزمة حلوى لديك. الحجم الكبير، نعم. طلبية حلوى. صباح الخير، لا، لا حلوى، لكني بحاجة إلى توصيلها. وهل هذه مشكلتي؟ هل لديك شيء ضد العمال الكادحين؟ يا لك من وقح. أعتقد أنني سأبقى جائعة. ربما لا، أعطني لحظة. أنا فقط بحاجة إلى تبديل ملابسي. رائع، اللمسة الأخيرة. سنحول الكلمة إلى شموع. مرحبا. لا حلوى، اذهبي من هنا. إنها ليست حلوى، إنها شموع، شموع معطرة. في هذه الحالة ادخلي. شكرا لك. نجحت. هذا مذهل. لقد أنقذت يومك، أعلم. يبدو أن لا أحد منتبه. حان وقت الفشار. ستحتاجين إلى ورقة رقائق وبعض حبات الفشار. يفيهم جيداً وانتهى الأمر. لكن لا تحاولي فعل ذلك في المنزل. هل هي جادة؟ يجب أن تكون جاهزة الآن. رائع. احذروا، المتزلجة قادمة.
دعيني أتفحصك سريعاً. يمكنك الدخول. تيسا غنية، لكنها ليست ذكية دائماً. ما هذا؟ لا طعم في الفصل يا أميرة. هذا غير عادل. باميلا حقاً تجيد هذا الأمر. هذا يجب أن يكفيني طوال اليوم. مرحباً. الطعام ممنوع. عدا لي. إنها لي. حقاً؟ إنها لي. تمت مصادرتها. تحرك. مرحباً. تفضلي يا آنسة. أوه، يمكنني فعل ذلك أيضاً. أوبس. غادر الآن. انظروا إلى شعري يا فتيات. واو تيسا، أنت عبقرية. أهلا إليكما. من يريد حلوى؟ إنها لي. مرحبا يا فتيات. هل يمكن أن آخذ القليل؟ بالتأكيد. ما الذي يحدث هنا؟ لا حلوى في المدرسة. سألقنكما درسا. مارشميلو أعطني إياه. أدخل هيا الآن. لكن من هذا المخلوق الغامض؟ من في الداخل؟ باميلا؟ هل اعتقدت حقاً أن هذا سيفلح؟ الفتاة الغنية تيسا أحضرت خادمها إلى المدرسة. أنت تعرف الخطة. كل شيء جاهز آنستي. يمكنك الذهاب الآن. يوم سعيد يا أستاذ سميث. جاهزة للدرس؟ آملا، هيا حركا عضلاتكما يا فتيات. استمرا بذلك. واحد، اثنان. إنني جائعة. فقط بعض الانتعاش. هيا. عضلاتي بحاجة للطاقة. أنا أيضاً. ما هذه الرائحة التي أشمها؟ وتيسا أيضاً. أخرجا من قاعتي أيتها الكسولتان. مرحباً يا أستاذ. هل لديك أي طعام من معك اليوم؟ حسناً إذن، تفضل بالدخول. توقفي عندك. كتب ها؟ أها، هذا ما ظننته. ولكن ماذا لو جعت؟ أدخل إلى الفصل. مرحباً يا أستاذ. ما الذي في معطفك؟ أفرغيه يا آنسة. دعني أغير رأيك. انظر إلى كل هذا المال. الحلويات من فضلك. حسناً، انتظر حتى يسمع والداي عن هذا. اذهبي إلى الفصل.
مرحباً أعزائنا المتابعين، ألم يكن ذلك ممتعاً للغاية؟ ما رأيكم في هذا الفيديو؟ هل لديكم أفكار خاصة بكم؟ إذن شاركونا إياها في التعليقات أدناه. وإذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا. ترقبوا المزيد ونراكم قريباً.